احنا السنة الحمد لله وشكر شفنا بابا نويل ودي فرح الاطفال. ذيك السنة ما نقدر شفنا لا بابا نويل لانه اوضاع كورونا شوية كانت صعبة، والسنوات اللي قبلها كان اكو داعش. اضطرينا نوزع هدايا او خلينا نقولها بالدرجه بالعاميه الشوكليت للاطفال، لان الاطفال راح يفرحون، نفرح العوائل، نزرع الابتسامه على الاطفال، لان تدري انه هذا الشعب العراقي انه عاش ما عاش وعانى ما عانى، احنا راح نزرع الابتسامه قدر ما نمكن على وجوه الاطفال.